سوء التغذية ده اسم كبير، بس لازم نفهم الناس هو كم حالة تحت تندرج تحت كلمة سوء التغذية. اللي عنده طفل نحيف ده عنده سوء تغذية، اللي عنده طفل عنده أنيميا ده عنده سوء تغذية، الطفل السمين ده سوء تغذية، كل الحاجات دي سوء تغذية. يعني إيه؟ الكفة بتاعت الميزان، التوازن بتاعت الجسم، لإما نازلة لإما طالعة. كل التلاتة دول يعني ممكن طفل يكون سمين بس عنده أنيميا، ما هو بياكل حاجات بطريقة مش صحية. السمنة دي معناها إيه؟ باخد وحدات حرارية أكتر من الحرق أو الاستعداد بتاعي. زمان كنا نقول إن الحاجات دي وراثية، يعني نقول إيه؟ أنا وارث جين السكر عن والدي أو والدتي، أو السمنة عن والدي ووالدتي، بس إحنا بنبقى أخين، واحد سمين واحد رفيع، على حسب هو عمل إيه في حياته. اللي ماشي منتظم بيتحرك كتير بياكل أكل بطريقة صحية هيفضل كويس، لكن اللي ابتدى نمط الحياة بتاعه مش ماشي بطريقة صحية هيدخل. النحافة إن الجسم بتاعي يكون تحت المعدل، تحت المعدل أنا مفروض في حاجة اسمها مؤشر الكتلة للطول والوزن، مفروض الإنسان صحياً يكون في حدود 25، لو أنا أقل من 18، من 18 ل 25 بمؤشر الكتلة أبقى أنا نحيف. وساعات النحافة، عشان كده دايماً أقول برضو للأمهات وللناس، الحكمة مش بالعين، الحكمة بالمنحنى بتاع النمو، لأن ساعات أم تبقى متصورة أن ابنها نحيف وتفضل تضغط عليه أنه يأكل عشان يتخن، عشان هي متصورة أنها بتحكم بعينيها. فنحكم عن طريق ايه؟ الكيرف، وعلى اساسه ببتدي اتدخل، هل النحافه دي هو طول عمره عامل كده؟ لانه في حاجه اسمها ايه؟ اسمها الجينيتك تشانل. يعني ايه الجينيتك تشانل؟ كل واحد ماشي في حاجه زي ماسوره بتاعه الاب والام. يعني لما ام واب يجوا يقولوا لي انا ابني نحيف، اقول له طب وريني صورتك وانت صغير، هو كان نحيف زيه كده، ده استعداد وراثي، بس أدام في حدود الطبيعي ما عنديش مشكلة. لكن لو نزل الطول والوزن تحت المؤشرات ببتدي أدخل بقى أدي المغذيات الدقيقة على شكل أدوية، وأعمل نظام غذائي أركز معاه بقى بالتفاصيل. لكن المهم نكون أنا مشخص الموضوع صح مش خطأ. ساعات كمان النحافة دي تيجي مرة واحدة، بتيجي في مراحل من العمر، الأطفال لما بيبتدوا في مرحلة البلوغ عندهم هلاوس، عندهم مشاكل، عندهم ضغوط، بيشرب سجاير من وراء اهله، حاجات كتيره ممكن تحصل تخلي الطفل يخش في مرحله ان هو يبقى عنده نحاف. اشخص صح وعالج صح. احنا عندنا مشكله كبيره قوي في السمنه في مصر، مش احنا لوحدينا، في العالم كله، بس احنا المشكله عندنا ابتدت تندرج على الاطفال. في اخر مسح للمدارس اللي احنا عملناه السنه دي نسبه السمنه في الاطفال 16%. طبعا ده رقم مذهل بالنسبه لنا. زمان كانت الناس بتتخن او الستات بتتخن بعد ما تخلف كذا مره، يكون عندها حاجه و30 حاجه و40 سنه، لكن نبتدي الطفل، انت عارفين طبعا السمنه، ان السمنه لو حاجه كويسه ما كانش حد زعل، لكن السمنه معناها كتاب البطنه، كل المشاكل اللي هتحصل في القلب والضغط وحاجات كتيره جدا. فكون ان طفل يبتدي بالمشاكل دي من عنده 5 سنين و6 سنين، مشاكل نفسيه، زمايله بيضايقوه، لبس مش عارف يلبس لبس كويس، بينهج، مش عارف يلعب مع اصحابه، ركبه ابتدت توجعه، بالاضافه للدخول في المشاكل. فعلاج السمنة معظمه علاج سلوكي تغذوي. أنا إيه اللي خلاني سمين؟ طريقتي في الأكل، سلوكي في الأكل. وساعات السلوك ده جايبه منين؟ الطفل اللي عنده 5 سنين وسمين جايب السلوك بتاعه منين؟ للأسف من البيت. فأنا لما أجي أخسس الطفل ليا نظام علمي لتغذية الطفل غير الكبير، لأن ده بيكبر، فما ينفعش أقلل الوحدات الحرارية بتاعته. عندي حاجة اسمها أثبت الوزن والحركة، يعني بثبت له الوزن، أشوف إيه الأخطاء اللي عنده في طريقة التغذية ويبتدي يزود الحركة. ثبات الوزن مع تحرك الطول بيبتدي الطفل يبتدي يدخل في الحتة النورمال. بالنسبة للكبار نفس الحكاية، في معظم الأحوال دي مشكلة كل الناس اللي عايزة تخس، إن هي متصورة إن هي هتدوس على زرار أو تعمل عملية أو تاخد دواء عشان تخس. كلنا بنبعد عن الحل السهل اللي مش هيكلفنا حاجة، اللي في الآخر هيوصلنا إن احنا نخس من غير مشاكل. طبعا في توصيات عالمية، امتى اعمل عمليه، امتى اخد دواء، امتى نظام غذائي لوحده، كل الحاجات دي الدكتور المتخصص بيقدر يمشي فيها. الناس اللي بتلجا للاجهزه عشان تخس يقول لك انا رحت بعمل جلسات وبيدفع فيها قد كده، هو الجلسات دي بتعمل ايه؟ الجلسات دي بتضغط على الخليه الدهنيه تفضي الدهون اللي جواها، لكن الخليه الدهنيه ما زالت موجوده. لو حضرتك رجعت لنظام اكلك الغلط اللي خليك مليان هتفضل مليان برضه. بس ليها لازمة؟ أيوة، بعد ما أخس خالص وزني وابتدي أصلح الجلد والحاجات دي، لكن مش في الأول. للأسف الشديد إحنا اللي بندي فرصة للناس إنها تستغلنا. كلنا شايفين حاجات من كتير من الممارسات اللي مش عاجبانا في سوق التغذية بسبب المريض نفسه هو اللي بيضغط على اللي حواليه يعملوا كده. امشي على نظام غذائي
صحيح سليم مع حد متخصص، مع زيادة في المجهود بتاعك على قد ما تقدر. كنت بتمشي ربع ساعة، امشي نص ساعة مع شرب كميات كافية من المياه. في مرحلة ممكن الدكتور يكتب لك أدوية مساعدة، في مرحلة ممكن أنت تضطر تعمل عملية، لكن في الآخر أنت لازم تمشي مع حد متخصص.